الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وقيوم السماوات والأراضين، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأثني عليه الخير كله. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يحيي ويميت، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أختي المؤمنة، حياك الله وبياتي وسدد على طريق الحق خطاتي، وأسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. في الدرس الماضي تكلمنا أمية عن الوقت وأهميته، وأن الوقت هو العمر، وأن العمر هو رأس المال، وأنه أغلى من الذهب وأغلى من الفضة، إذا مضى لا يرجع أبدا. والفطنة الذكية التي تعرف قيمة الوقت وتستغل أوقاتها في مرضاة ربها بمجاهدة النفس على فعل الطاعات، وبمجاهدة النفس على ترك المحرمات. ولأن الله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن خير ما تصرف به الأوقات هي الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعها، من ذكر وصلاة وقيام وقراءة قرآن، من أمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة أرحام. والمجال لذكر الأعمال الصالحة يضيق لكثرة هذه الأعمال، فالمجال أخير مفتوح لمن أراد أن يتقدم أو يتأخر. فحث الله تبارك وتعالى عباده على المسارعة والمسابقة فيما ينالون به مرضاته وجنته، فيما ينالون به مرضاته وجنته. فقال عز من قائل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم
وقال في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وامتدح أنبياء وعباده الصالحين فقال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن صفات المؤمن والمؤمنة أنهم يسارعون ولا يتأخرون، فالحياة مضمار سباق وتنافس كما قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. ولقد حثنا نبي الهدى والرحمة على اغتنام العمر، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مبغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا منهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالحياة مجال واسع لفعل الطاعات ولترك المنكرات، ولا شك أن من يعمل عملا ينتظر ثمار هذا العمل، فالأجير ينتظر أجرته، والله أعظم معطي وأعظم مسؤول. فقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال: وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله لا يضيع أجر العاملين والعاملات. والله تبارك وتعالى في كتابه ما ذكر الإيمان إلا وذكر العمل الصالح قرينا للإيمان، لأن الإيمان مخير بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ولأن الأعمال الصالحة هي الترجمة الحقيقية لهذا الإيمان. فلا إيمان إلا بالعمل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل الصالح هو الترجمة الحقيقية لهذا الإيمان في مفهوم أهل السنة والجماعة. الإيمان ما وقر في القلب وصدق باللسان وعملت به الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان ساعة وساعة، ساعة في قوة وازدياد، وساعة في نزول ونقص. والمفترض أننا نحاسب على هذا الإيمان ونقوي هذا الإيمان، ولا نغفل عن تعاقد قلوبنا من حين إلى حين، لأن مدار صلاح الأعمال على صلاح القلوب. أقول: ثمار العمل الصالح كثيرة، علنا نذكر هذه الليلة بعضا
من هذه الثمار. من أعظمها أن العمل الصالح سبب لحب الله للعبد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من خطابهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن أعظم ثمرات العمل الصالح أن العمل سبب لحب الله لهذا العبد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيدته. وكفى بحب الله شرفا. والله أخير إن القلب ليطير فرحا إذا قيل له فلان أو فلانة من الناس يحبك أو يذكرك بالخير، فكيف بالذي يحبك؟ هو الله، هو الملك، هو الواحد الأحد الذي ما تقرب إليه عبد إلا تقرب إليه وأقبل عليه ستار رحمته وعفوه وكرمه، فكان معه في سرائه وفي ضرائه. ومن كان الله معه فقد فاز وأفلح. يا من يحار الفهم في قدرته وتطلب النفس فيما طاعته، تخفي عن الناس فما طلعته، وكل ما في الكون من صنعته. الله أكبر. الغني يحب الفقراء، والقوي يحب الضعفاء، والعزيز يحب الأذلة. فلا إله إلا الله، وما أعظمها من منزلة ومكانة لا ينالها إلا من جاهد وصبر. من ثمار العمل الصالح أخير حب الناس والملائكة. قال جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أهل التفسير: يعني حبا وقبولا في قلوب الناس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال له: إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ذكرا كان أم أنثى أو خير. فالله أكبر، كم من الفضل العظيم عند التقرب من الرحمن الرحيم. ومما زادني شرفا وثيها وكنت بأطمطي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. أقول أحبتي والله مهما تبذل الأمل ويبذل العبد لكسب محبة الناس
فلا يستطيع فلا يستطيع. ومن ابتغى رضا الله ومن ابتغى رضا الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه. ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. ففي حب الله خير الدنيا وخير الآخرة. من ثمار العمل الصالح أنه سبب للسعادة التي ضل عنها كثير من الناس فباحثوا عنها في غير أماكنها، فباحث وباحثة عنها في المال وأخرى في العمل والوظيفة وأخرى في الجاه والسلطان وأماكن أخرى. لكن اسمعي ماذا يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة السعادة وحياة انشغال مصرد. والناظم يقول: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السقي هو السعيد. فهنيئا لأولئك النساء اللائي شغلن الأوقات بالعمل الصالح الذي يقربهن من رب الأرض والسماوات. أقول إن الحياة مصائب وآلام ونعيم وفرح ولا تدوم على حال واحدة، لكن العبد المؤمن والأمة المؤمنة المصابرة المجاهدة على فعل أوامر ربها التاركة لما حرم الله لا تتأثر بمصائب الدنيا إذا وقعت، ولا تفرح بأشياء الدنيا إذا أقبلت، لأنها وفي منظورها ترى أبعد من هذا، ترى أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اسمعي ماذا قال الله عن أهل الصلاح. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى الله أهل الصلاة فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم تتابعت الآيات وقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فأهل الصلوات إناثا كانوا أم رجالا لا يفرحون في الدنيا إذا أقبلت، ولا يحزنون عليها إذا أدبرت، لأنهم على يقين أن الحياة دقائق وثواني. من ثمرات العمل الصالح أخيّر أن العمل الصالح سبب لتفريج الهموم وكشف الغموم والكربات، وأنه سبب لقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. قال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال سبحانه عن ذي النون وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه عن زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم اسمعي ما قال الله عنهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لأنهم كانوا من المسارعين في الخيرات، ولأنهم من الذين كانوا يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات. استجاب الله دعاءهم وفرج همومهم وقضى حوائجهم، وكذلك ينجي المؤمنين. لكل من سار ولكل من سار على نفس الطريق ونفس المنهج، فالله يستجيب لك. جاء في الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم النبي إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الشاهد من الحديث: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. تخيل الموقف، كهف وظلمة، لا ماء ولا طعام ولا هواء، وقد انقطعت بهم السبل وأغلقت الأبواب ولم يبقى إلا باب واحد، باب السماء، الباب الذي لا يغلق أبدا. فتشاوروا فيما بينهم وقالوا: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الأول ببره لوالديه، واسمعي فضل بر الوالدين، فقال: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أقدم عليهما مالا ولا ولدا، وكنت إذا قبل، يعني أحضرت الحليب واللبن، لا أسقي قبلهما أحدا ولا أقدم عليهما أحدا. أخرني طلب الحطب يوما فجئت فإذا بالشيخين نائمين، فوقفت على رأسيهما وصغاري من حولي يتضاغون من الجوع حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر، فسقيتهما. ثم دعا وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فترجع عنا ما نحن فيه. انظري إلى الإخلاص، انظري يا رعاك، يا رعاك الله، إلى الإخلاص ودعاء الله والتوسل إليه بالعمل الصالح. فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع. إذا أخلص العبد والأمل لله في هذا العمل فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون معه الخروج. ثم قال الثاني: أما أنا فكانت لي ابنة عم أحب ما تكون المرأة إلى رجل، راودتها عن نفسها، يعني طلقتها بالحرام، فامتنعت حتى ألمت بها ضائقة وجاءت لي تطلب حاجتها، فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فرضخت مرغمة محتاجة، فأعطيتها 120 دينارا من الذهب. فلما جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة قالت لي كلمة، قالت لي كلمة، اسمعي ما قالت. قالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفك الخاتم إلا بحقك. الله أكبر، كلمة عظيمة. لو وصلت
إلى القلوب. قالت له اتق الله ولا تكن الخاتم إلا بحقك. يقول فقمت عنك فقمت عنك. وهي أحب ما تكون المرأة إلى الرجل. ثم دعا الله وتضرع فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فترك الفاحشة عندما ذكر بالله وخوف بالله. وقيل له اتق الله. كم يقال لنا أخيه في هذا الزمان اتقوا الله لا تفعلوا كذا، اتقوا الله لا تقولوا كذا. وقليل هم الذين يستجيبون لأمر تقوى الله تبارك وتعالى، بل البعض قد يغضب إذا قيل له اتق الله. أما قال الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله؟ وخاطب الله عباده فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قالت لي اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت عنها وهي أحب ما تكون المرأة إلى الرجل. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا لا نستطيع معه الخروج. ثم دعا المالك وقال أما أنا فكان لي أجراء يعملون عندي بأجر حتى إذا انتهوا من عملهم أعطيت كل واحد منهم أجرته إلا واحد، فرك أجرته ومضى. فاستثمرت هذه الأجرة ونميتها حتى أصبحت خيرا كثيرا. جاءني بعد حين يطلب أجرته، قلت له ترى ما في هذا الوادي من دوار من إبل من بقر من عبيد هي كلها لك. قال تذكر من لي؟ قلت لا هي كلها لك. فساقها ولم يترك منها شيئا. ثم دعا وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يبكون. لماذا عقية؟ بالعمل الصالح. وأي عمل صالح؟ العمل الصالح الذي اقترن بالصدق والإخلاص. بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدين. كم يشتكي الآباء والأمهات من عقوق الأبناء والبنات، كم يشتكون من تطاول ورفع الأصوات، ويشتكون من قلة أدب الأولاد والبنات. فأين بر الوالدين في هذا الزمان؟ بل من سيدعو الله ببره بوالديه حتى يفرج همه ويجيب دعوته؟ أما الفاحشة وتركها تحدث ولا حرج. الآن أخي شباب المسلمين يقطعون المسافات، يقطعون المسافات والأراضي الشاسعة حتى يعاقبن الفاجرات والمومتات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الأجراء فكم يشتكي الخدم والخادمات من تضييع الحقوق ومن تضييع الواجبات. فالأول دعا ببره لوالديه، والثاني ترك الفاحشة، والثالث أعطى الأجير أجره. قد تظنين أنها أعمال بسيطة، لكن الأعمال البسيطة إذا اقترنت بالصدق والإخلاص كانت كبيرة عند الله الذي قال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالعمل الصالح سبب لتفريج الهموم وكشف الغموم. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج لا تجزع
فإن الفارج الله وكف الغموم. فيا صاحب الهم فيا صاحب الهم إن الهم منفرج لا تجزع فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا لصاحبه لا تيأس منه لا تيأس منه فإن الصانع الله. ومن داوم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتمل. من ثمار العمل الصالح أحيى أنه سبب في حفظ الأهل والمال والعيال. قال سبحانه في سورة الكهف السورة العظيمة التي يقرأها كثير من الناس يوم الجمعة ولكن قليل هم الذين يفقهون. لماذا أمرنا بقراءة هذه السورة العظيمة؟ أحبتي أخي إنها من أعظم سور القرآن، لذلك أمرنا بقراءتها من الجمعة إلى الجمعة. إنها سورة تصحح مفاهيم الناس وتصحح معتقدات الناس وتصحح نظرتهم إلى الحياة الدنيا وزينتها. قال الله في أوائل السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرما. ثم قال في آيات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تذكرنا بوضع الحساب وبالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. تذكرنا هذه السورة العظيمة أنه مهما طالت الحياة فلا بد من النهاية ولا بد من أن تجزى كل نفس بما كسبت حتى يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. قال سبحانه بين سطور السورة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الشاهد من الآية وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبصلاح الأب حفظ الأبناء لأن الأب كان صالحا حفظ الله أبناءه بعد مماته. ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المفهوم العظيم يوم أن قال لابن عباس وهو غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله بفعل أوامرك والمحافظة عليك احفظ الله بترك نواهيك احفظ الله بالمحافظة على العمل الصالح. النتيجة حفظ الله لك في دينك ودنياك وأهلك ومالك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا شك أنك تحبين الأبناء والبنات أم الكندي أم بنية. أما الأم فتعرف هذا الشعور أما البنية فستعرفه إن شاء الله يوم أن يرزقها الله بالزوج الصالح ويرزقها الله بالأبناء. هنا ستعلم قيمة الوالدين ستعلم قيمة الوالدين. والله الذي لا إله إلا هو لا نعرف قيمة الشيء حتى نجربه. كنت في أحد المستشفيات وأب قد أحضر ابنه الصغير لإصابة في قدمه
فكانت الممرضة تريد تنظيف وتطهير الجرح، فكان الغلام كلما وضعت يدها على الجرح اشتكى، والأب يقول اتق الله اتق الله في الغلام، وأنا لم أرها قد فعلت شيئا. ثم تعود الكرم ويبكي الصغير والأب يتقطع أمامي، فقلت له يا أبي هي لا تستطيع أن تطهر الجرح حتى تلمسه وحتى تضغط عليه قليلا. قال والله إنه كلما قال إني أجد أثرها في قلبي. قلت سبحان الله كم هم غالين الأبناء والبنات، تريدين لهم الحق وتريدين لهم الأمن والأمان، فاحفظ الله فاحفظ الله وعلميهم حب الله وحب رسوله، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من ثمار العمل الصالح أنه يكون رفيقا لصاحبه في القبر وسببا لنعيم القبر. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. ففي حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن شماله فيقول الصيام ما قبل مدخل، ثم يؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبل مدخل ما قبل مدخل، أو كما جاء في الحديث. ثم يتمثل له عمله الصالح في قبره، فيأتي رجل طيب الريح طيب الشمائل أبيض الوجه، فيقول له العبد من أنت من أنت؟ فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول له أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح. فيكون العمل الصالح أخيا أنية لصاحبه في قبره، فيفتح للعبد نافذة من الجنة فيأتيه بغوثها وريحانها، ويوسع له في قبره مد البصر، ويفتح حلة من الجنة، ويطرح له فراش من الجنة، فينادي بأعلى الصوت ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أما العبد المضيع أما الأمة المضيعة، فيأتي رجل أسود الوجه خبيث الرائحة، فيقول العبد أو الأمة من أنت؟ فوجهك والله الذي لا يأتي بالخير. فيقول أبشر الذي يلوغك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك السيء أنا عملك السيء. فيفتح له نافذة من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلج أضلاعه، ويفرش له فراش من النار، ويفتح حلة من النار، فيصيح بأعلى صوته أو تصيح بأعلى صوتها ربي لا تقهم ساعة ربي لا تقهم ساعة. فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من ثمار العمل الصالح الخير أنه سبب للفلاح والنجاح، وأعظم سبب لدخول الجنة بعد توحيد الله جل وعلا.
قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الاستسلام. يا جنة الرحمن كيف تفضل الخطاب عنك وهم ذوو إيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد وقد عرضت بأضخم الأثمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت لكل مكاره الإنسان لما كان عنها خصم من متخلف ولما تعطلت دار الجراء الثاني، ولكنها حفت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي ترنو إلى رب العلا في طاعة الرحمن. الدنيا مزرعة للآخرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أقول العمر فرصة، ونكرر هذا دائما، فلا بد من اغتنام الأعمار. فقد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها لكم يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن لله عبادا حبنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أقول مجال الأعمال الصالحة لا يعبى ولا يضرى. قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات الذين يريدون ما عند الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة مع الله، التجارة الرابحة، التجارة الرابحة التي يضاعف الله لعباده الأجر بالعشرات، فالحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله ويضاعف لمن يشاء. أقول خير، متى سنعرف قيمة العمل الصالح وقيمة العمر؟ في ساعات الاختبار، هي لا شك ساعة يؤمن فيها الكافر ويقر فيها الفاجر. قال الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك.
مر الحسن البصري مع رجل معه على جنابه، فقال الحسن لصاحبه: أترى هذا الرجل إذا رجع للحياة يعمل صالحا؟ قال: نعم. قال: فكن أنت ذلك الرجل، فكن أنت ذلك الرجل، وكوني أنت كذلك، فأنت الآن في زمن الإمكان، وأنت الآن في أيام مباركة، فالعمر فرصة والفرص قد لا تتكرر، فكوني ممن يعرفني لله حقا، وكوني من الله يعرفني للوقت قيمة وللمناسبات قيمتها، وأنها قد لا تتكرر. فاتق الله، أمت الله، اتق الله، أمت الله. وأختم الكلام بكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه، حيث قال: أيها الناس، إن لكم معالما فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. فاستعيني بالله، فاستعيني بالله على فعل الطاعات، واستعيني بالله على ترك المنكر. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقكم لجعل ما فيه مرضاته سبحانه، وأن يوفقكم لصرف ما فيه سخطه سبحانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له الحق عليه. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد.